كل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان على الأبواب، ودائما يعني عندما يأتي رمضان بتأتي معاه المبادرات الخيرية الخاصة بالمجتمع المدني. يوم 17 مارس اللي هو يوم الجمعة اللي بعد الجاي هيكون معدى مع أكبر حدث خيري هينظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. الحدث ده هيكون في استاد القاهرة، هيحضره الآلاف من المتطوعين تحت شعار مبادرة كتف في كتف. المبادرة دي هتكون واحدة من أكبر وأهم مبادرات الحماية الاجتماعية اللي حصلت وهتحصل في تاريخ مصر. حقيقي يا مصطفى، المبادرة دي كمان بيتم تنفيذها وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وده تماشيا طبعا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. تفاصيل أكثر هنعرفها عن هذا الحدث الخيري الضخم من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو النهارده، الأستاذ هاني عبد الفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. أهلا بيك يا فندم، منورنا وصباح الخير. هتعملوا ايه؟ يوم الجمعة ده هيبقى يوم كبير وواضح ان هو فيه استعداد كبيرة جدا ليه، وشايف على السوشيال ميديا في دعاية قوية جدا لمبادرة كتف في كتف، واضح ان هي هتشمل محافظات كتير. هتعملوا الاول ايه في الاستاد علشان تدشنوا هذه الفعالية الرمضانية الكبرى؟ طبعا ان شاء الله، يعني كتف في كتف هو اول حاجة هنوزع 4 مليون كرتونة على محافظات مصر كلها. 4 مليون كرتونه في متوسط اعداد اسر خمس اسر، يعني احنا بنتكلم في 20 مليون مستفيد ده خلال الشهر الكريم بس. 4 مليون كرتونه بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا كمواد غذائيه هتتوزع على المحافظات في ظل الظروف الاقتصاديه اللي موجوده في العالم كله مش في مصر بس. الحاجه الثانيه اللي هيعملها التحالف الوطني هو المطابخ اللي هتقدم وجبات سخنه خلال الشهر الكريم، ودي حاجه جديده من نوعها. تعمل مواد رحمن غير مواد الرحمن كمان، يعني دي مطابخ، يعني مطابخ بتروح الوجبات دي للناس في بيوتها. احنا هنعمل مطبخ داخل المحافظة. المطبخ ده موجود في الشفاف بتوعه، في كل حاجة، بيطلع الوجبة السخنة قبل الفطار على طول. بيودوها بقى للناس، ولا الوجبة للناس موجودة في المطابخ للناس المستحقة فعلا. احنا معانا قاعدة بيانات في المحافظات والقرى حاليا، وده عمله التحالف الوطني بصراحة. بنودي للناس دي الوجبات بتاعتها، غير كمان مواد الرحمن اللي هتتعمل في برضه مختلف محافظات مصر، واللي هينظمها برضه التحالف الوطني مع ال 30 كيان اللي موجودين، مؤسسه وجمعيه اهليه. طيب انا عايزه افهم برضه من حضرتك لو كنت فهمت صح قبل الفاصل كنا بنتكلم ان كل محافظه ليها اللي يعني محتاجاه، يعني اي حاجه بالضبط. المحافظه دي محتاجاها انتوا المطابخ دي بتقدمها، فلو طبعا. مثلا المحافظه دي محتاجه بس دقيق، يعني فهمني بس الفكره مظبوط ايه؟ صح حضرتك بالظبط. يعني مثلا احنا طبعا مطرح الودية بالنسبه لنا حاجه مهمه لان دول اهالينا وجزء اصيل من مصر، فحلايب وشلاتين باحتياجاتهم هناك هو الدقيق مش حاجه تانية. فاحنا كراتين مواد غذائيه اللي هتروح هيبقى معظمها فيها دقيق، في محافظات اخرى مثلا بتحتاج حاجات معينه، فده ضعيف. طب ليه هم محتاجين دقيق؟ ليه مش هم هناك ظروف الطبيعه بتاعتهم بيعملوا العيش بنفسهم وبيهتموا قوي بموضوع العيش، ما بيهتموش بالمكرونه والبقوليات، بيهتموا بالدقيق، فاحنا مراعيين الموضوع ده. حته برضه ان احنا ازاي نهتم بالطفل والتغذيه السليمه بتاعته. احنا الفتره دي يمكن بنعمل مبادره برضه تحت مظله التحالف اسمها مبادره لمصر، بنكشف على اطفالنا في المدارس ابتدائي واعدادي. احنا النهارده واحنا بنتكلم موجودين في البحيره وبني سويف. فمن ضمن الكشف اللي احنا بنعمله هو الانيميا. فنسب الانيميا تكاد تكون عاليه شويه. فاحنا برضه بنراعي ان ازاي الوجبات اللي احنا هنقدمها تكون تقدر تفيد الطفل عشان يبقى فيه تغذيه سليمه، يعني حضرتك لو قدمنا للطفل طبق كشري فيه كل المكونات هو دي تغذيه سليمه للطفل. فالحاجات دي بالنسبه لنا بنراعيها ومهمه جدا. سبانخ مثلا من الخضار بالزبط. الحاجات اللي هي ممكن بالزبط. تدي حديد للطفل اللي عنده انيميا. بالظبط يا فندم. فالحاجات دي بالنسبه لنا بنراعيها كجمعيات اهليه، ويمكن انا بجد التحالف الوطني الفتره دي عمل ملحمه، يمكن احنا بقى التحالف الوطني بدا في مارس اللي فات، احنا في مارس ده بنعمل او بنعظم بقى كل المبادرات اللي احنا عملناها في التحالف الوطني بالحدث اللي حضرتك اتكلمت عليه اللي هو يوم 17 يوم الجمعه ان شاء الله، اللي هيبقى فيه كمان اكبر عدد متطوعين موجودين، وده اعتقد هيبقى عدد ما حصلش قبل كده، الافات من المتطوعين هيكونوا موجودين، وهم دول شبابنا كلهم حاضرين في وجود الرئيس عبد الفتاح ان شاء الله. هم دول اللي هينظموا. كم واحد؟ يعني انا عايز اقول لحضرتك ان جمعيه واحده جايبه 16000 متطوع. يا فاضرب بقى عشان كده انت ما كنتش عايز ترد على السؤال ده قبل ما تسال. فاضرب بقى حضرتك في 30 كيان موجودين هتلاقي عدد كبير جدا، هتلاقي الاستاد ان شاء الله. والمتطوعين شبابنا دول هم بالنسبه لنا يعني
اولا حاجه كويسه جدا ان هم يتطوعوا في حاجه زي ده في عمل خيري، وان الاعداد دي كلها هم اللي هينزلوا يوزعوا في كل محافظات مصر، ففعلا محتاجين كل شبابنا الفتره الجايه دي بالذات. يعني احنا عجبنا كمان فكره التسويق اللي انتوا عاملينها، يعني احنا بنتكلم ان انتوا مهتمين بالسوشيال ميديا جدا وازاي تسوقوا للفكره. ما احنا بنخاطب الناس، ما هو دلوقتي السوشيال ميديا هي هي الحاجه اللي بيننا وبين يعني الناس، بقت هي خلاص مهتمه بالموضوع ده. فاحنا بنخاطب عقول الناس، عايزين نوصل لهم ونفهمهم ان احنا يعني داعمين ليهم وعمرنا ما هننساهم في اي حاجه. واحنا متعودين في الشهر الكريم دايما احنا كمصريين كده على طول بنقف مع بعض في الازمات بالذات، ويمكن احنا سمينا كتف في كتف لان هو اي واحد كتف يعني يعني لو هو مواطن جنبه في الشقه اللي جنبه وشايف ان هو فعلا محتاج لازم يبقى كتفه في كتفه الفتره دي بالذات. صحيح. فهو ده هو هي دي مصر يعني. صحيح. طب انت يعني قول لي جدول اعمال اليوم ده هيبقى عامل ازاي؟ يعني انت بتتكلم في يوم اللي هو الجمعه اللي بعد الجاي حضور من 30 جمعيه، شباب من كل محافظات مصر، حدث ضخم هيحضره سياده الرئيس بنفسه. بالتاكيد في جدول اعمال مميز علشان تدشن هذه الفعاليه الرمضانيه، عشان تعلن لجموع المصريين ان احنا مطلق اكبر عمليه خيريه هتحصل في رمضان، يعني من اهم الجهود اللي بتشرف عليها الدوله بشكل مباشر في ظل ازمه عالميه. انا بس حابب اشكر اول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان احنا يمكن في مؤتمر التحالف الوطني الاول اعلنا عن ده، اعلنا ان احنا هنوزع 4 مليون كرتونه، واعلنا ان احنا هنعمل حدث كبير. ويمكن احنا بجد هو داعم جدا للعمل الاهلي، ويمكن هو حط طلب في التحالف في المؤتمر الاول، طلب ان احنا زي ما احنا في عام 22 كان عامل المجتمع الاهلي، 23 لازم يبقى فيه كمان جهود اكتر من العمل الاهلي، ان هي تبدا ان هي تشتغل في 23 اكتر من 22 كمان. فيمكن هو كان داعم لينا وداعم كمان للحدث اللي احنا اعلنا عنه في 17 يوم الجمعه. ولكن البرنامج نفسه كبرنامج يوم، احنا عايز اقول لحضرتك ان احنا بقى لنا شهرين شغالين على الموضوع ده، واليوم نفسه ترتيباته يمكن بدانا دلوقتي لسه بتتعمل مع ال 30 كيان مع بعض في ظل طبعا التحالف الوطني نفسه، بنعمل البرنامج عشان نبدا نعرف من اول اليوم لحد اخر يوم هيمشي ازاي، والتوزيع كمان داخل يعني التعبئه بتاعه الكراتين نفسها هتبقى كمان داخل الاستاد. فان شاء الله هيبقى يوم كبير جدا، وكمان حتى الاعلاميين نفسهم كلهم موجودين ومهتمين بالموضوع، لان احنا لازم الاعلاميين بالنسبه لنا حاجه مهمه، لان هم دول بيوصلوا رسالتنا للناس واللي بيعرفوا الناس احنا بنعمل ايه. طب ليه بنتكلم ان المبادره دي هتكون اكبر مبادره يعني لتحقيق الحمايه الاجتماعيه في المجتمع المصري لو بنتكلم؟ يعني حضرتك ما زي قلت حضرتك 4 مليون كرتونه مستفيد منها حوالي 20 مليون مواطن، فده عدد كبير يعني جدا. يعني دي اكبر مبادره اتعملت بالظبط، يعني عدد كبيره. موضوع المطابخ اللي هتبقى موجوده على مستوى محافظات ده يمكن حاجه جديده برضه من نوعها، مواد الرحمن اللي ابتدينا نرجعها تاني عشان الناس تستفيد منها. صح.